تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنانة شيماء سيف فاجأت فيها جمهورها بنحافة ومظهر جذاب، حيث لم يتوقع الجمهور مشاهدتها بهذه الرشاقة في وقت قصير، مما تساءلوا ما هو السر. وشاركت شيماء الصورة عبر خاصية ستوري بموقع إنستغرام، كما انتشر عدد كبير من الصور بشكل نحيف للغاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورها والنتيجة التي وصلت إليها الفنانة شيماء سيف. وعلق أحد المتابعين وكتب: شيماء انت بقيتي قمر قوي، أنا بحبك وانت تخينة وانت رفيعة كمان بحبك قوي. علقت أخرى قائلة: انت حلوة قوي كده، والأول برضو كنت قمر وبموت من الضحك لما بتفرج عليكي وكمان بحب تمثيلك. وكان تعليق آخر قال فيه: يا نهار أبيض، شيماء طلعتي حلوة قوي في الذكاء الاصطناعي، عارفين إحنا حركات الممثلين دول في التقنيات الجديدة. حيث اتضح أن الصور هي بالذكاء الاصطناعي، وهي تقنية تحويل الصور باستخدامه، وانتشرت التقنية بين المواطنين لتغيير ملامح أشكالهم عن طريق وضع صورة طبيعية لهم، ومن بعدها يتم إدخال أوامر للبرنامج لتغيير ملامحهم. وبدأت الفنانات باستخدامه في صورهم، وكانت آخرهم شيماء سيف.